لماذا لا تعود الحكومة إلى عدن؟ سؤال يتكرر كل يوم على ألسنة اليمنيين المتعطشين لحضور الدولة في مدنهم ومناطقهم، فيما تظل الإجابة رهن الحكومة نفسها وقيد التأكد من رغبتها في العودة بعد أشهر من مغادرتها قسرا إلى الرياض، مقرها المؤقت منذ الانقلاب واجتياح عدن في مارس من العام الماضي. تطول فترة المنفى فتطول معها عقدة الداخل وتتكسر الأرضية شيئا فشيئا حين لا تجد من يقف عليها. صرحت الحكومة أكثر من مرة أنها بدعم ومساندة قوات التحالف تمكنت من استعادة 80% من مساحة اليمن، لكنها لم تعد إلى هذه المساحة ليس لأنها غير قادرة على تأمينها وحسب، لكنها غير واثقة بقدرتها على الاحتفاظ بها. ينتظم جدول عمل الحكومة خارج البلد فيما يحكم الحوثيون وقوات المخلوع الخناق على الداخل، ويتجولون بمعسكراتهم وألياتهم على خارطة المناطق والمحافظات. أما المدن المحررة فسجينة التوجس والخوف من الانتظار الطويل. فبعد تحرير عدن خرجت القشور القديمة وبدأت الهويات الصغيرة بالظهور، فيما لم تجد الدولة طريقها إلى الحضور واحتواء كل هذه المخرجات. بقيت عدن غير آمنة رغم الجهود الأمنية، ووجد الإرهاب مساحات فارغة لتحركاته فيها، بينما السلطات المحلية والأمنية ما زالت تحاول استعادة المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تعرضت للتدمير من الداخل. لا يمكن إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية فيما النخبة الحاكمة تمارس مهامها في بلد آخر، وليس لديها من الحماس والفاعلية ما يجعلها قادرة على إدارة معركة استعادة الدولة. يدرك الرئيس والحكومة أن بقاء الساحة فارغة منهم يفتح الشهية أمام مشاريع مشبوهة لتفرض نفسها واقعا جديدا قد يتسبب في اندلاع صراعات لاحقة. استمرار الغياب عن الأرض فتح المجال أمام عدد من الأطراف الدولية الراعية لمشاورات السلام للحديث ولو تلميحا عن تشكيل سلطة بديلة، وهو ما قد يضطر العالم لفرضها في حال بقيت الحكومة في منفاها وبقي الداخل مضطربا غير آمن. التحالف الذي تتكئ الحكومة عليه ليس عاجزا إذا أراد أن يؤمن عودة الحكومة ومساعدتها في إحكام القبضة الأمنية في العاصمة المؤقتة، لكن عدم قيامه بذلك يضع الكثير من علامات الاستفهام حول ماذا يريد التحالف فعله في اليمن، وما هي تصوراته للمرحلة المقبلة.